لكن لا تخلو المسألة من وميض أمل وإسهامات متعقلة تحاول ترد اعتبار الأهلي، فيكتب وائل جمعة صخر الدفاع الأهلي لسنوات طويلة مغردا: صباح الخير، دايما الأهلي تحت الضغط، ولو فاكر إن الحياة في الأهلي وردية وجميلة تبقى ما تعرفش يعني إيه الأهلي. سواء مسؤول أو لاعب أو عامل أو مشجع، الأهلي متصدر الدوري بفارق 14 نقطة، وشوف الناس زعلانة إزاي. هدفنا انت خلاص الثلاث نقط بتوع اخر الموسم خلاص راح ولا ايه؟ 17 خلاص. ازاي هدفنا غير هدفكم؟ شوف الناس زعلانه ازاي. هدفنا غير هدفكم خالص، واللي حصل امبارح يفوقنا ويصحينا للي جاي، وكلنا معاك يا اهلي. ده وائل جمعه. متخيلين خالد علي؟ خالد علي ده المنسق لفريق سان داونز الجنوب افريقي، مصري اهلاوي، واعتقد كلكم فاكرينه من ايام مباراه سان داونز. يغرد خالد علي قايل: زعلانين طبعا، لانك انت اللي عودتنا دايما على الفوز. صح، انت اللي اتولدنا بنعشائك فعلا، وزي ما عهدناك دايما بتفرحنا. كل الدعم لكبير القاره، جمهورك معاك ضروري. ارجو تدارك السلبيات قبل مواجهه الوداد، جمهوره ده حماه على الحلوة والمرة معاه. تخيل ده واحد عايش في جنوب افريقيا. ايوه، بس راجل اهلاوي عنده الحس، وراجل بيفهم كورة، وشايف المشهد من بره، فشايفه على ابعاده يعني. متفق معاه في كل كلمة قالها يعني. انيس بوجلبان التونسي: الزمالك عائد بقوة للحصول على المركز الثاني، هارد لك للاهلي. فايلر مدرب كبير ولكنه اخطأ بعض الشيء، الاصابات لعنة داخل الاهلي. ويرجع أنيس يغرد تاني: اللي بيشتري لعيبة بمبالغ طائلة يبدو أنه يشتري إعلاميين ليهاجموا النادي الأهلي، مدام الجمهور يدعم ويساند لا يهم. لخص الليل، دعوهم، أمر غريب، يظهرون أخطاء الأهلي فقط، وفي المقابل يخافون الحديث عن فشل الآخرين. كل الدعم للكابتن الخطيب. ده أنيس بوجلبان مش شغال في الأهلي. كابتن أحمد شوبير: إجمالي فايلر مع الأهلي، الفوز بالسوبر المحلي والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، صدارة الدوري بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه قبل 13 مباراة من نهاية البطولة، خسارة سوبر محلي بضربات الترجيح، خسارة 7 نقاط في 21 مباراة. سامع حد بيقول لازم يمشي؟ ده أحمد شوبير.